الثاني مسؤول عن جوائز لاله حسناء الساحل المستدام بمؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه. اليوم تنتواجدوا بالشاطئ بوزنيقه اللي حصل المره 16 على اللواء الازرق اللي ما كانتش مفاجاه نظرا للمجهودات اللي تيقوموا بها للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء مع السلطات المحليه بتعاون كذلك مع الجمعيات المحليه وتحت اشراف مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه تحت الرئاسه الفعليه صاحبه السمو الملكي الاميره الجليله لاله حسناء. هذا العام كيصادف كذلك الدوره الثالثه لمبادره بحر بلا بلاستيك اللي هي واحد المبادره اللي تقوم بتعبئه جميع الشركاء المعنيين بتهيئ وتجهيز وتنشيط على مستوى الشاطئ من القطاع الخاص والشركاء الاقتصاديين الجامعات المحليه والجمعيات، واللي الاهداف ديالها ثلاثه الاهداف الاستراتيجيه اللي هي اولا تعبئه على الاقل واحد 2 مليون ديال الشباب حول هذه الاشكاليه ديال البلاستيك، وانجاز على الاقل واحد 40,000 حتى 50,000 نشاط على طول هذه المده الصيفيه. واخيرا كنتمناو على الاقل نقصوا واحد 10 طن ديال البلاستيك على مستوى كل شاطئ اللي يتابعين بطبيعه الحال برنامج شواطئ نظيفه. شكرا. شكرا لك.